مرحبا بكم عائلة سميث في مقطع فيديو جديد على القناة. في فيديو اليوم سوف نقوم بتحليل شخصية رجل الكاميرا النينجا وندرس جميع التطورات التي حصل عليها منذ بداية ظهوره حتى هذه اللحظة، وذلك تخليدا لذكراه في السلسلة في حال أننا لن نراه مرة أخرى. لذلك دعونا نكتشف متى كان أول ظهور له في السلسلة، كيف حصل على هذه المكانة العريقة، ولماذا يقاتل دائما باستخدام المكابس في يديه. كل ذلك وأكثر في هذه الحلقة، لذلك انصح قم بمشاهدة الفيديو حتى النهاية لكي لا يفوتكم أي من هذه المعلومات والأسرار الغامضة. وقبل بداية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أخيرا لايك للفيديو، ودعونا نبدأ الحلقة على بركة الله. كما تعلمون أن رجل الكاميرا النينجا هو من أهم الشخصيات في السلسلة الآن، ولكنه قبل ذلك كان مجرد شخصية جانبية شاهدناها في بعض الحلقات الأولى من السلسلة، ولكنها تطورت مع مرور الوقت إلى أن صارت رجل الكاميرا الذي نعرفه الآن. ولكن دعونا أولاً نتحدث عن رجال الكاميرات ذوي الكاميرات السوداء، وذلك لأن رجل الكاميرا النينجا يعد إحداها ويمتلك كاميرا سوداء أيضاً. لقد كان أول ظهور لرجال الكاميرات السود في سلسلة إشكيبدي في الحلقة الثامنة، وحينها قد رأينا العديد منهم يتحركون في حشد لتقاتل مع المراحيض، ولا نعلم أي منهم هو رجل الكاميرا النينجا، وذلك لأنه كما ترون يوجد العديد منهم يرتدون بدلات مثل التي لدى رجل الكاميرا النينجا، ولكن هذا يعني لنا أن اللون الأسود في السلسلة هو دليل لي القوة. فكما ترون أن كل من رجل الإسبيكر المظلم والمرأة الكاميرا أيضا لديهم كاميرات سوداء، وكما نعلم فإنهم يعدون سفاحين مهارين من الدرجة الأولى. بعدها في الحلقة رقم 9 رأينا رجل كاميرا أخرى ذو كاميرا سوداء، وكان يبدو عليه شجاعا جدا حيث كان يرقص ويهرول مع المراحيض، فهنالك احتمال أن يكون هذا هو رجل الكاميرا النينجا، وهو الوحيد الذي نجا من بين رجال الكاميرات السود في المعركة السابقة. ولكن لا نستطيع أن ناكد ذلك لأننا لم نرى أحدهم بعد يستخدم الشيء الذي يميز رجل الكاميرا النينجا عن غيره، وهي المكابس. ولكن أول مرة نرى فيها رجل الكاميرا النينجا فعلا كانت في الحلقة رقم 43، حيث كان يمتلك مكبسا واحدا فقط بجانبه، وهذه كانت أول مرة نراه فيها، ولكنها لم تكن أول مرة نتعرف عليه، حيث لاحظنا في الحلقتين 39 والحلقة 40 أن رجل كاميرا التسجيل الذي كنا نشاهد المشهد من خلاله قد استخدم أحد المكابس للقتال، وهذا يعني أنه رجل الكاميرا النينجا بلا شك. والمهم في الحلقة، عندما فشلت الخطة والمراحيض كانوا قد حصلوا على نظارات شمسية لحمايتهم من أشعة رجال التلفاز، قد اضطروا رجال التلفاز لمغادرة المنطقة وترك المهمة لرجال الإسبيكر، ولكن رجل الكاميرا النينجا قد حمل المكبس خاصته واستعد ليتصدى لهم أيضا. بعدها قد رأيناه في الحلقة 45 وبجانبه المكبس خاصته، وكان يبدو أنه يترصد أي خطر قادم لينقض عليه، ومن هنا كانت انطلاقة رجل الكاميرا النينجا. ولكن دعونا أولا نكتشف ما هو السبب الذي قد دفع برجل الكاميرا النينجا أن يطور من نفسه ليصبح شخصية أساسية في السلسلة. كما تعلمون فإن في الحلقة 39 و40 قد شاهدنا ظهور رجال التلفاز لي أول مرة في السلسلة، وكما ذكرت سابقا فإن رجل كاميرا التسجيل في تلك الحلقة كان هو رجل الكاميرا النينجا، لذلك فإنه قد شاهد رجل التلفاز وهو يقاتل أيضا، وقد كان قويا جدا حيث استطاع أن يتعامل مع جميع المراحيض بمفرد فقط، وقد كان ينظر إليه رجل التلفاز فكل مرة بشفقة، وذلك ربما قد أغضب رجل الكاميرا النينجا كثيرا وجعله يعمل على تطوير نفسه، فبدأ يقاتل بمكبس واحد. ولكن يبدو بعد تأقلمه مع مرور الوقت أصبح يستخدم مكبسين في القتال كما رأينا للمرة الأولى، وهو يستخدم مكبسين في الحلقة 48 عندما قرر التعامل مع أسواد كامل من المراحيض بمفرده، ولكننا لم نستطع رؤية ما حدث، وذلك لأن رجل كاميرا التسجيل قد وجه الكاميرا إلى الخلف وأصبح يقاتل هو أيضا. ولاحظوا أن رجل كاميرا التسجيل هذا هو رجل كاميرا المختبر، صديق رجل الكاميرا النينجا، وقد رأيناه بجانبه عند لحظة ظهوره لي أول مرة في الحلقة 43 أيضا، وهذا يعني أنهما صديقان مقربين جدا، وقد استطاع رجل الكاميرا النينجا أن يتغلب على الأسوات، ولكن قد
ظهر المرحاض الشفرة وكان يندفع بسرعة تجاههم، وحاول أن يقطع رجل الكاميرا النينجا إلى النصف ولكنه نجا منه بأعجوبة، ولكن للأسف تمكن من أن يصيب رجل كاميرا المختبر. ولكن الموقف الرئيسي الذي لفت انتباه الجمهور لي رجل الكاميرا النينجا هو في الحلقة 50 عندما هاجمت المراحيض مقر رجال الكاميرات، فقد رأينا رجل الكاميرا النينجا يمشي ناحية المراحيض بشجاعة وحزم وهو يحمل المكابس على يديه، وكما ترون أن المراحيض قد تجنبت الهجوم عليه، وذلك ربما لأنه كان يبدو كالمجنون ولا يكترث لحياته بتاتاً، ولكن لحسن الحظ قد ظهر عملاق الكاميرا واستطاع أن يقضي على جميع المراحيض. وفي الحلقة التي تليها رأيناه قد ذهب مع عملاق الكاميرا لينظف المدينة من المراحيض، ونلاحظ أن الكاميرا خاصته أصبحت تضوي باللون الأزرق، وهذا ربما لأنه أصبح متصلاً بعملاق الكاميرا. وفي الحلقة 52 قد أصبح رجل الكاميرا النينجا يمتلك نفثات للطيران وأصبح يهاجم بشكل أقوى مما كان عليه، وذلك ربما لتواجده بين أعضاء تحالفه، حيث ظهر كل من عملاق الكاميرا والمرأة الكاميرا النينجا في الحلقة. وفي الحلقة 53 نرى أن جميع رجال الكاميرات قد تأثروا بشخصيته القوية وأصبحوا يمشون تجاه الخطر بنفس أسلوبه، ونرى رجل الكاميرا النينجا حينها قد حاول أن يتصدى لي المرحاض الأسترو وكاد المرحاض أن يطلق عليه، ولكن لحسن الحظ أن عملاق الكاميرا قد تدخل وأوقف المرحاض قبل أن يطلق. وفي الحلقة 55 قد رأينا وهو يضع قدمه على المرحاض وخلفه كومة من المراحيض المدمرة، فيبدو أنه هو من قام بالقضاء عليها بمفرده، ولكن إذا نظرنا إلى الأمر بمنطقية أكثر فإن شخصية رجل الكاميرا النينجا يمكن وصفها بأنها متهورة أكثر من وصفنا لها بأنها شجاعة، وذلك لأنه كان في العديد من المرات يعبث مع خصوما أقوى منه بكثير، وهذا قد عرض حياته للخطر كثيرا. وفي الحلقة 57 رأيناه قد تهور مجددا وقفز على رقبة عملاق رأس السماعة لكي ينزع الفطري، ولكنه نتيجة لذلك قد تم سحقه، وأعتقد الجميع وقتها أنه قد مات. ولاحظوا في الحلقة أنه قد قام برمي المكبس على عملاق السماعة لكي يستفز الفطري ليقوم بسحقه، أي يبدو أنه لا يكترث لحياته أساسا. وقد قامت المرأة التلفاز بنقله إلى المختبر، وقد اختفى بعد ذلك عن السلسلة لعديد من الحلقات لكي يتلقى العلاج ويتم تطويره، ولكنه قد عاود الظهور مرة أخرى في الحلقة 63 وقد حصل على تطورات جديدة وهي بدلة المرحاض الجليتش، وهذه البدلة قد أضافت له العديد من المميزات والقدرات القتالية الجبارة، مثل أنها قد زادت من سرعته كثيراً وأصبح بإمكانه التغلب على خصوم أضخم منه، وذلك بالاصطدام بهم بالبدلة. وأيضاً البدلة تحتوي على قاذفات مكابس في جانبيها، ولكننا لم نكتشف فائدة جبارة لها بعد، ولكن ربما أنه سوف يستخدم هذه المكابس ليقاتل بها في حال تحطم البدلة. وفي الحلقة 66 قد ظهر رجل الكاميرا النينجا مرة أخرى، ورأيناه قد أنقذ أعضاء التحالف من المرحاض العنكبوت، وكما نرى أنه قد حصل على تطوير جديد في البدلة، حيث أصبح تشع موجات طاقة من داخلها والتي ربما تعمل كدرع طاقة في البدلة لحماية رجل الكاميرا النينجا من الصدمات. وقد كان آخر ظهور له في الحلقة 67 حيث تهور أيضا، حاول التصدي لمرحاض المختبر ولكنه في المقابل تلقى ضربة قوية إسقطته أرضا، ولا نعلم حتى الآن إذا كان قد مات أم لا، ولكن نأمل أنها ليست النهاية.